واحد نقطة من الشوب. أم عبادة شو ضلك؟ قومي اعملي كاسة عصير. لا والله لا والله ما قدرة منوب، رح نموت من الشوب، تعبانة ما قدرة. ولا قومي اعملي كاسة عصير يا حرمي. عبالك ما قدرة ادفع عكينتي من الصبح عبالي اضيف البيت تعبانة انا. لا حول ولا قوة الا بالله، بقولك اتجوز بترتاح عليك وعلى بدي اتجوز. صوت تليفوني، صوت تليفوني هاد. شو بتطلع شو نطلت ما سمعت تليفوني عبرن؟ الو اهلا انت عبرين شلونك؟ والله بخير الحمد لله. شو؟ عن جد تحكي؟ لا ايش في؟ كنت مستني هالخبر من زمان، ماني مصدقه. قولك احكي ايش بك؟ ابنك نجح؟ لا 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 عن جد ماني مصدقه، ماني مصدقه منوب. واخيرا واخيرا قولك قولي ايش في؟ خلصيني. اي لا لا صح 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 مثل ما بتقولي صح. يلا ماشي، شكرا انك خبرتيني. سلامة سلامة. ايش في؟ رح تقبض الجمعية؟ اسعار اللحوم يوم نزل كتير، في تخفيضات على لحم الديك. لحوم ديك؟ اروح افيع عبادة عشان يروح معي على السوق. وين اغلق عبادة؟ قوم يلا. عبادة 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 يا بطيخ، قوم بسرعة، بدك تروح معي على السوق بستناك. يلا بس بسرعة تعال يلا. طلع وقت السوق والبطيخ كمان. يلا عمي خلصينا، وين بدك تروحي؟ بسرعة بدنا نروح على سوق الجمعة نشتري لنا كام ديك. يعني امي فيتيني قبل شحادة وبنتها من الصبح مشان تاخذيني اوصلك على سوق الجمعة؟ بالله انت سألت حالك على سوق الجمعة ايش بيعمل لك؟ كرشك منيع بيطلع منيع بتاكل وبتشرب، بدنا نروح بعدين يوم في تخفيضات على اسعار اللحوم. ولك يلا لسه بطلع فيني خلصني بقى. حاضر حاضر يلا. يلا عمي انزلي ليكو هداك اللي قدامك سوق الجمعة. يلا قوم يلا انزل معي لك. يلا قوم انزل معي. لا لا وين بدي انزل امي؟ زينتي انا بستناك يوم مالي نازل. بدك تنزل لأشو فهمني. يلا يلا حاضر حاضر. ما بيجوا غير بالعين الحمراء. عجبك هيك؟ لوقت ما تحنقلت قمت وجبتنا لهون نفقوا، ما بقى حدا منهم كلهم رايحين. ممتاز ما في حدا، خلينا نرجع. يلا يلا يلا. تفضلي يا مدام، تفضلوا يا خيو، عنا ارانب فرنسية بسعر الجملة. تفضلوا يا مدام، تفضلوا يا مدام. لحظة شوي، تعال تعال خلينا نشوف هداك ايش عم بيعيش في عنده. تعال يا ربي صبرك. يعطيك العافية خيو. اهلين وسهلين. تفضلي. شو هاي الارانب اللي عندك فرنسية مثل ما عم بتقول؟ عم تكذب. انو قال فرنسية؟ ولك هذا فرنسي الاصل، بترغل ترغلي بفرنسي. الله وكيلك ومالك على اليمين، الصبح بعت الاثنين ب 800 ولانه هذا اخر واحد وعليه عرض رايح احسب لك اياه ب 300 درهم. ما شاء الله، ومن قيمه الارانب عليهم عروض؟ يعني شو بدك تحسب لي اياه من الاخير مشان اعرف؟ من دون ولا لي راح خليه علينا ولو 100 سلامه. لا 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 ما بصير، كلك ذوق، هذا الحكي ما بيمشي علي، قول لي من الاخير شو بدك حقه يعني؟ خلص ما راح ازعلك، قلت لك 350 300 تكرم عينك، خلص 300 تكرم عينك. شو؟ وليش 300 درهم؟ هو شوفت ارنب. خلاص خلاص كرمال ابنك الجائر هاد رايح احسب لك اياه ب 300. هي 75 ورقه. ايش قلت؟ شو ارنب فرنسي هاد ينباع بالسعر مو حرام عليكي؟ ايه متى ما بدك خليه عندك، بخلي اخذك على فرنسا يعلمك فرنسي. امشي ابني امشي. ولك امي شنو بدك تاخذيه ب 75 ليره انت؟ ولك انت تعب بس تعب وتفرج تعال الحقني. يلا يلا امشي امشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص خلاص
تعي عوضي على الله. What the fuck؟ قلت لك من الأول ضروري تكبر راس. اتو مسوق تاع مباركين عليك. هاتي تفضلي أرنب. لا لحظة شوي بس، هدول 60 ليرة بس. بلا 60؟ منيح قلت لي. صعي هذا بيحكي فرنسي؟ قلت لي مو. وانا مش زعلان، والله انا مش زعلان، اصلا انا حيوان. لا مالي مصدق منوب، مالي مصدق منوب. بس شلون هيك امي؟ كان بده حقه 350 ليرة، شلون اخذتي ب 60 ليرة؟ قول قديش افكر امك؟ امك شاطرة ما حدا بقدر بضحك عليها. امشي امشي خلصني، شو بدنا نعمل بدل الأرنب؟ يلا. ايش عملت بالأرنب؟ افتح الباب بلا ما اكسره، وانت ما تفتحش، مش رح اعمل فيك.